أخوانكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثانية يرحمكم الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. على حب الحسين بأعلى أصواتكم ثالثة. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا السلام على من بكت له ملائكة السماء كل ينادي وحسينا رحم الله من نادى بأعلى صوته وحسينا وإماما وسيدا. سيدي يا ليتنا كنا معكم بل معكم لا مع غيركم فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا مغلوب كربلاء ودايا قتيل العدا ومسلوب العمامة والرضا. السلام على الخد الدنيا. السلام سيدي يا ليتنا كنا لكم الفداء وأقل الفداء ذاك المنى لو أن ذلك يحصل قف بالطفوف ونح بقلب مكمد واسأل بها عن ركب آل محمد لما حد الحادي بهم وعلى الثرى بقيت جسوم حماتهم لم تلحدي
حرائر سيقت بغير مدافع من فتفه فيها تسار كفدفدي وبها لما اعيد لكربلاء من اسرهم فكانهم والنائبات بموعدي لم أمس زينب ادعت سكانها هل تعلمون بجثة الرامي الصديق بالله هل رفعت جنازته التي بقيت على حر الثرى متوقدين يا عائدون برأس صبط محمد أهلا بجسم فصلته أمية بمهمد بالله دعوه وسائل الجسد الذي فصلته آل أمية بمهند تنادي أخا يا حسين ماذا جرى بعدي عليك من العدا يا رام لما بقي وأنت غير موسدي فيخال لي أن الجواب أتى لها تلك القبور فأعولي وتنهدي حسين يجيبها أختاه من بعد حز الراس قد قطعوا يدي فيخال لي أن الحسين يجيبها أختاه من بعد حز الراس قد قطعوا يدي على صدري اختاه خيولهم عمدا تروح إلى الضغاط وتغتدي صاحت يا الحسين بقبره مهلا برأس مهلا بجسم بالسيوف مبددي بالله تريثوا كي تقيم مناحتهم على قبره بنات محمد أين المنادي وحسينا وإماما يا زائر ضريح الحسين اتعفر على قبره الله يا زاير ضريح حسين اتعفى على قبره وامسح بضريح ايدك وخلي العين
الأسرار. يا ربي متى نوصل ونزور الشهيد الحسين؟ أولي ترى كلنا مفجوعين، كلنا مهمومين هالأيام، كلنا شوف هالنظرة، شوف هالحسرة في أعينكم، في قلوبكم، تتمنوا منكم عند قبر الحسين، صح الله؟ تتمنوا من الذين ذهبوا مشايا إلى قبر الحسين، صح الله؟ كلنا عندنا حسرة، كلنا عندنا هموم، يلا خلنا نطلع همعتنا، خلنا نزور الحسين، احنا ما توفقنا لزيارة قبره، ما صرنا عند قبره، لكن نزوره بهالدمعة، نزوره بهالصرخة، نزوره ونصيح يا حسين. والله وصلت 40ك، والله يا مظلوم، يا مظلوم، وانا من الزيارة هسنا محروم. هاي المحرومين، المحرومات، اصحاب الحوايج اللي عندهم حاجات مستعصيه، يبغى الطفل، يلا ها. يلا هذا وقتكم، يلا ولوا وياي. والله وصلت 40ك، والله يا مظلوم، وانا من الزياره هالسنه محروم. تمر وزيارتك ما تسجلت لي، يا مهموم انا والله، يا وش كثر مهموم. والله انا تبغى يسجل؟ يلا اقسم عليه بهالقسمة، صيح وياي. يا باب الرحمة ارحمني، يا باب الرحمة ارحمني، وإذا بهالسنة لطف ما توصلني، سجلني مع الزوار، سجلني. ما أسمع واحد يبغى يزور. يلا صيح بهالقسم، سجلني مع الزوار، سجلني. وقسمت عليك بظل عمك المهشوم، يا زاير ضريح الحسين، بلغ عني رساله، وصل الضريح وصيح، ودموع العين هماله.
صدق يا ابن النبي صدرك داس الشموخ بها صدق يا ابن صدرك داس الشموخ اعذرني يا رسول الله اعذرني يا قليل اعذروني الصدق يا ابن النبي صدرك داس الشمر من على وصدق راسك على الخط يتلو من الوحي يا الشيعة وإذا فليلها فالأيام نسمع نداء نداء من أبي الفضل من قبر أبو فاضل إلى أبي عبد الله يقول له أخي حسين شوف شوف هالملايين اللي جت تزورنا 20 مليون أكثر أقل شوفهم يا أبا عبد الله قال له أشوفهم قال له بالله عليك أخ حسين إلا ما أرجعت إلي كفي عشان أستقبلهم برحمان رجع إلي أشوف شيل السهم من عيني خلي ما أشوفه الله أكبر يا أبا الفاضل تبغى تكسر ظهره تبغى تكسر ظهر العظيم هو يقول لك سهم الذي صدى بعينك صدى بقلبي وكسر ظهري تبغى تكسر ظهره يا أبو فاضل مرة ثانية شوف لسان الحال ويلا جر وياي خليك عندك الروح التي أعطاك إياها أهل البيت في البكاء عليهم رحم الله تلك الصرخة التي كانت من أجلنا أخلك بهذا القصد قصد الصرخة مو للحاجة خلي الحاجة على جنب الحين خلي قصد الدمع قصد البكاء قصد الحزن يصيح أبو فاضل يقل أخوي حسين زواري لفت من سائر البلدان شلون أقدر أستقبلهم يا أخوي أهل الأحضان تدري ما عندك خوف يقل أترجاك يا حسين الشام وغصب دخل هديان
إخواني يقل اعذرني يا عباس لو أقدر زحف جيتك بس اعذرني يا عباس سهم اللي صغر عينك خمد من ميتر أنفاس وإذا راسك بالعمد من صاب أنا جثة جده الحسين السلام عليك يا موضع سر الله صدق مولانا الإمام الصادق وصدق رسول الله وصدق آل البيت الطيبين الطاهرين هذه الرواية من الروايات العظيمة التي تبين مقامات أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه من الجانب الروحي العقلي. من روايات كثيرة تبين مقام أهل البيت مقام أبي عبد الله الحسين من جوانب عدة، واحدة من هذه الجوانب هو الجانب الروحي العقائدي أو العقلي. وجدا جميل أن معصوم يخاطب معصوم آخر مثله فيقول السلام عليك يا موضع سر الله، كلمة جدا في غاية الروعة والجمال إذا توصل الإنسان إلى حقيقتها الروحية العقلية، إذا ألم بالمعنى. شقد جميلة هذه الرواية، وكم هو جميل أن نتكلم في الجانب الروحي العقدي في يوم 40 أبي عبد الله، يوم سلام الله عليه، يوم فضل الزيارة العظمى له. كم هو جميل أن يتجلى الإنسان ويرتفع فكرا وإلماما عقديا بأبي عبد الله الحسين سلام الله. قبل الخوض في الحديث حول هذه الرواية نحتاج إلى مقدمة كي نبني عليها، ومثل المسلمات نبني عليها عشان تساعدنا في البحث العقائدي. المقدمة هي أن الله سبحانه وتعالى اختار خلقا كثيرا وجعلهم آيات له في الدنيا. الله يختار خلق من مخلوقاته ويجعلهم آيات، مثل مثلا نبي الله عيسى على نبينا وعليه وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة والسلام، وأمة نبي الله عيسى عليه السلام الله وأمة عليه السلام الله كانوا آيات من آيات الله، وجعلناها وابنها آية للعالمين صلى الله عليه وسلم. شنو آية؟ مفهوم آية شنو؟ عندما تشوف القرآن آية الله يتكلم عن خلق من مخلوقاته ويسميه بآية الله، شنو يقصد المولى جل جلاله؟ يقصد أن هذه الآية تمثله في بعد معين. آية الله في الدنيا
تمثل الله في بعد معين، في جهة معينة. قد تكون هذه الجهة أو البعد سري لا يعلمه إلا من أوضع الله فيه العلم، وقد تكون ظاهرية يعلمها سائر الخلق. زين، هذه إذا شفت كلمة آية الله في القرآن يعني تبين عظمة الله وتمثل عظمته في بعد معين. مثال آخر، مثلا نبي الله موسى عليه السلام. نبي الله موسى كان يمشي في الأرض. تعرف الأنبياء إذا يمشون، الأنبياء مثل الآباء، وإحنا عندهم شنو؟ مثل الأبناء. صح والله، الأنبياء مطلعين على أعمالنا، يعرفوا يعني علينا شهود. الله سبحانه وتعالى يقول: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. صح والله، الأنبياء يعلمون بأعمالنا، يروها ظاهرة لأنها تعرض عليهم وهم علينا شهود. فنبي الله موسى عليه السلام يمشي في قومه، في مجتمعه، يعلم بالنواقص، يعلم بالعيوب، أنا مطلع كما قلنا، يعلم شنو النواقص اللي في مجتمعه، شنو الأحوال، شنو العيوب، ويصلحها، لأنه هو المصلح في ذلك الوقت. الله سبحانه وتعالى أودع فيه قوة الإصلاح في مجتمعه. زين، هذه النواقص، هذه العيوب، من هو الذي سببها؟ المجتمع بنفسه. صح والله، حين تجي إلى مجتمع، إذا شفت العيوب والنواقص والأعطال في مجتمع معين، من هو مسبب هذه الأعطال؟ هو المجتمع نفسه. الله سبحانه وتعالى يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت الناس. هم الناس نفسهم الذين يصنعون النواقص والأعطال بهذه الذنوب والعياذ بالله. زين، فنبي الله موسى صلى الله عليه يتمشى فشاف أكو في أعطال ونواقص اصطلحت، لكن هو الذي أصلحها، مو صنع يده، لأنه هو كان المصلح فاستعجب استغرب. يعني مثلا أنا أقرب لك الصورة، أنت إذا جيت تدخل لبيتك تدري مثلا هذه النافذة منكسرة، ذلك الباب يبغى له تصليح، ذلك القفل يبغى له تبديل، كذا تعرف الأعطال النواقص العيوب في دارك، فتعلم بالنواقص، وإذا صلحتها تعرف الأشياء اللي صلحتها. لكن تدخل مثلا بيتك يوم من الأيام دفعة واحدة، وإذا تشوف الأعطال كلها اللي تعرفها مصلحها، تتساءل: والله منو اللي أصلحها؟ أنا اللي ما أصلحها، لكن الآن أصلحها، فمن الذي أصلحها؟ فنبي الله موسى سلام الله عليه كان يتمشى في القوم، شاف هذه العيوب والنواقص والأعطال، أصلحها، مو صنع يده. فكليم الله ناجع إلهي أهنالك مصلح غيري؟ أكو مصلح غيري؟ أوحى الله إليه: بلى يا كثير، أكو مصلح غيرك. قال له: إلهي شرفني باللقيا، خليني بلتقي بك، أكو مصلح غيري وما أشوف معه، التقيت بكذا، إلهي شرفني باللقيا. قال له الله سبحانه وتعالى: قال له إذا تريد أن تلتقي به أكو شروط معينة، شرائط، رموز، شفرات، اتفكها يلا تلتقي. قال: إلهي هذا المصلح سري أم علني، ظاهر أم باطن؟ قال: لا لا، هذا مصلح سري، ما تشوف، ما حد يشوف، لا فلان ولا علان، يصلح في المجتمع، يصلح النواقص الأعطال، لكن ما يشوفه، ما يشوفه. من ودائع الله هذا المصلح السري. فقال له: إلهي شنو الشرائط؟ خلي بلتقي به، اشتقت للقيا، لقيا المصلح. قال له: أول شرط أنك تنسى الحوت. شوف أنت ويا فتاة يوشع بن نون وصيك تروحون، وفتاك راح ينسى الحوت على ضفة النهر،
هذه أول الشرائط. شنو الشرط الثاني؟ ما ذكر في النص القرآني لكن ذكره الإمام الباقر سلام الله عليه في مجموعة من الروايات. الشرط الثاني أنه عندما ترجع بعد أن ينسى الفتى الحوت راح تشوف واحد واقف عند شجرة يصلي يتعبد مغطى الرأس، ذلك هو المصلح السري. زين يمشوا وهم في البحر وعند ضفة النهر، التفت نبي الله موسى سلام الله عليه قال له يوشع بن نون ائتنا بالحوت، قال له نسيت الحوت. فلما نسي حوتهما إلى أن يقول الله فاتخذ سبيله في البحر سربا. ايش قال له نبي الله موسى؟ قال له ذلك ما كنا نبغى، هذا اللي نبغاه، توك تنسى عشان نسيت من قبيل، توك قاعد تنسى، ذلك ما كنا نبغى. فارتدا على آثارهما قصصا. لما رجعوا استانس نبي الله موسى ماذا سيكون الحين بيلتقي بالمصلح، رجعوا شافوا واحد على الجلباب هي عند شجره مغطى الراس يصلي يتعبد، اجا فقال له نبي الله موسى قال له انت الخضر؟ قال له بلى انا العبد الصالح الخضر. قال له انت نبي الله وكليمه؟ قال له بلى انا نبي الله موسى. اول كلمه قالها بعد ان عرفه بنفسه وتعرف عليه قال علمني مما علمت رشدا، يعني تعليم الخبر عام وخاص، خاص حتى نبي الله موسى نفسه ما كان عنده هذا العلم. الله سبحانه وتعالى يختار آيات مخلوقات من مخلوقاته يودع بهم أسراره. الخبر كان واحد قال علمني مما علمت رشدا، من هالتعليم الخاص اللي تعلمته. شنو الله سبحانه وتعالى يعرف الخضر في القرآن الكريم؟ بطاقة الشخصية للخضر. يقول فوجد عبدا من عبادنا، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه من لدنا رحمة وعلمناه من لدنا علما. فوجد عبدا من عبادنا، يعني أكو بس واحد في الدنيا الله خلقه وأعطاه السرية، وواحد من مجموعة من العباد، يعني الله اختار من الخلق أكثر من واحد وخلى عندهم العلم السري اللدني منه جل جلاله، واحد منهم الخلق. يقول آتيناهم من لدنا رحمة وعلمناهم من لدنا علما، تعليم خاص، لا مدرسة ولا معلم، إنما الله سبحانه وتعالى أودع به هذا المثال واضح. هذه المقدمة عشان ندخل في إيضاح الجانب الروحي العقدي في رواية الإمام الصادق سلام الله عليه من البحار. يقول السلام عليك يا موضع سر الله، حسين سلام الله عليه موضع سر الله. الإمام الصادق عليه السلام يقول أكو هنالك جنبات سرية من الله تصبر مو معلمه، وين مكانها وين موقعها وين مقرها؟ صدر ابي عبد الله الحسين سلام الله عليه هو مستودع لاسرار الله، لسر الله. السلام عليك يا موضع سر الله. الله اكبر، هذه الجمله شقد عظيمه، شقد بلاغه و جانب عقدي في الإمام الحسين سلام الله عليه. زين شنو معنى السر؟ الكل يعرف معنى السر، كلمة من سين وراء. السر هو الإنسيابية والهدوء وما يخالف العلن، هذا السر. السر باطن. فأبي عبد الله الحسين كان موضع لسر الله سبحانه وتعالى. ليش كان موضع لسر الله؟
لأنه كانت تضحيته تضحية استثنائية، تضحية استثنائية لا قبل ولا بعد، ما حد ضحى بهذه التضحية. هذا أول سبب، تضحيته استثنائية. ثانيا كان جهاده مو في سبيل الله. الإمام الحسين ترى جهاده الكثير مما يخطئ أو يخطئ أو يستشكل عليه الأمر، يقول جهاد الحسين سلام الله عليه كان في سبيل الله. لا لا هذا خطأ كبير أن تقول جهاد الإمام الحسين في سبيل الله. لا، جهاد الحسين كان في الله. يقول شنو الفرق؟ إيه في فرق؟ تعالي القرآن الكريم، تارى الله سبحانه وتعالى يقول الذين جاهدوا وجاهدوا في سبيل الله، هذا أول مرتبة. تارى يقول لا، في ناس أعظم، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، هؤلاء أعلى درجة. بعد تارى يقول والذين جاهدوا فينا، هؤلاء أعلى. تارى يقول لا، وجاهدوا في الله حق جهاد، هؤلاء أعلى رتبة. أنا وأنت نجاهد في سبيل الله، بس أبي عبد الله الحسين شنو؟ جاهد في الله، ومو الجهاد، حق جهاده، يعني أسمى درجات الجهاد. إذا تقول الإمام الحسين عليه السلام قتل في سبيل الله، لا أنت مستشكي عليك الأمر. أبي عبد الله جاهد في الله. بعض الناس يقول مثلا الحسين سلام الله عليه قتل من أجل الصلاة، لا لا خطأ، الصلاة قتلت في الحسين. الحسين سلام الله عليه في أي وقت أين يقع؟ في أي خط؟ في الأصول أو في الفروع؟ أصول إمام، والإمامة هي أصل من الأصول. الصلاة أين تقع؟ في أي خط؟ فروع. فما قيمة الفرع إلى الأصل؟ إذن الصلاة قتلت في الحسين سلام الله عليه، مو الحسين قتل من أجل الصلاة. إذن أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه قتل في الله، لأنه جاهد في الله، ومو أي جهاد، حق جهاده، وأن الصلاة هي التي قتلت في الحسين، وليس الحسين سلام الله عليه قتل من أجل الصلاة. هذا لازم يكون عندنا إلمام الجنب العقائدية الروحية في أبي عبد الله الحسين. إذن تضحيته استثنائية وجهاده استثنائي، فبلغ أن أصبح موضع سر الله. أنا قاعد هيا، شنو مقام موضع سر الله؟ شنو مقام موضع سر الله؟ تعالوا القرآن العظيم، الله سبحانه وتعالى يقول وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات. صح ولا لا؟ وجعلناهم أئمة. من الذي جعلهم أئمة؟ من؟ والله سبحانه وتعالى. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. زين، إذن الذي جعلهم وعينهم هو الله سبحانه وتعالى. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، يا داود إنا جعلناك وجعلناهم أئمة. الجعل كله من الله سبحانه وتعالى. إن الله اصطفى، في جيش طالوت، إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. الجعل والتعيين للخليفة من قبل الله في الأرض هو الذي يعينه، مو الناس. فالأمر مشتبه، يقول لك إن الأمر شورى في تعيين الخليفة. شو دليلك؟ يقول وأمرهم شورى بينهم. وأمرهم مو أمر الله. أمر الله يختلف، أمره يختلف، وأمرهم شورى. هذه برا الخلافة، الخلافة مو داخلة في أمرهم، لا لا لا، الخلافة من أمر الله، من أمره، بجعله، بتعيينه. والحسين سلام الله عليه واحد من هؤلاء الذين جعلهم خلفاء في أرضه. شنو الدليل؟ من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله.
شوفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. ولي كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من يطع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. إذن الحسين واحد من الذين جعلهم أئمة، المولى جل جلاله ولا بلى، وواحد من الذين جعلهم خلفاء وأئمة في الدنيا. زين الله ايش يعطيهم؟ أول مرتبة وأوحينا إليهم، يعني الله يوحي إليهم، يعني تنزل عليهم الملائكة. حين نقول مثلا إمام علي عليه السلام كانت تنزل عليه الملائكة، قامت الدنيا ولا قعدت. الزهراء سلام الله عليها تنزل عليها الملائكة، قامت الدنيا ولا قعدت. الحسن الحسين سلام الله عليه أهل البيت، نقول تنزل تتنزل عليهم الملائكة، قوم الدنيا ولا تقعد. الله أكبر. أفي الذين أقل منهم شأنا تصدقون وفي هؤلاء تكترثون. الإمام الصادق عليه السلام يقول: ما بالكم إذا ذكر آل إبراهيم استبشرتم، وإذا ذكر آل محمد اسودت وجوهكم. صلى الله عليه وسلم. أنا ما أدري دول بأي قانون يتخذون، يعني تجي إلى القرآن فيه أمثلة. مثلا النحلة، النحلة هل هي نبيك؟ لا مو نبيك. وأوحى ربك إلى النحل، صح الله، يعني الله يوحي إلى النحل. أم موسى سلام الله عليه وعليه، هل كانت نبي؟ لا. وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه، صح الله، لا مو نبي. مثلا سارة مرت إبراهيم سلام الله عليهما، هل كانت نبي؟ صح الله، لا. كان ينزل عليها الواحد، تكلم الوحي، تسمع وتكلم. فضحكت وهي قائمة فبشرناها بغلام حليم، قالت أألد وأنا عجوز وهذا شيخي بعل. تكلم الملائكة والملائكة يكلموها، بس في هذول وين آل محمد قياساً بآل إبراهيم؟ من دول آل إبراهيم؟ نبي الله يوسف سلام الله عليه، صاحب المعاجز، من آل إبراهيم. الأصباط كانوا من آل إبراهيم. مريم ابنة عمران من آل إبراهيم. عيسى سلام الله عليه من آل إبراهيم. سارة مثلاً من آل إبراهيم، من أهل إبراهيم بعد، مو من آل إبراهيم. ابنة خالته أخت نبي الله لوط سلام الله عليه، صح ولا لا؟ هذولا ضج القرآن بمعاجزهم. في هؤلاء تصدقون وفي محمد وآل محمد لا تصدقون. لا، الله سبحانه وتعالى يبين مقامات أهل البيت، والإمام الصادق عليه السلام يبين مقام أبي عبد الله السلام عليك يا موضع سر الله. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخير. إذا أمر الله عند من؟ عند أهل البيت، هم أمر الله، صح ولا لا؟ أهل البيت، يعني الإمام الحسين سلام الله عليهم، سلام الله عليه واحد منهم. إذا هو أمر الله. الله سبحانه وتعالى في القرآن شو يقول عن أمر الله؟ إذن هم أمر الله، محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله ذكرهم الشرف والصلوات. الله صلى الله عليه وآله. شنو مقام من مقامات أمر الله وهم أهل البيت سلام الله عليهم؟ شو يقول المولى جل جلاله؟ يقول: وما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الله أكبر. يعني لا تحط في بالك تقول توبة الحسين تشكي. نعم، هذا أمر الله، الحسين هو أمر الله، إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. أنت متصدق بهذا؟ بلى. ضعه في مكانه، ضع المعصوم في مكانه، لا تعليه عن مقامه ولا تنزله.
يعني حرام أن تعلي عن مقامه فتصبح مغالي أو تنزله عن مقامه، حرام. ينطعه في الرسم الذي رسمه الله له في القرآن، وأمر الله إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فكن قصديا مع أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، خلها الطاقة تتجدد فيك. كن قصديا في مقام أبي عبد الله الحسين، فهو أمر الله الذي يقول الله فيه وما أمره إلا كواحدة، إلا واحدة كلمح بالبصر، يعني أمره سريع النفاذ، وهو أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. وهنيئا لنا ولكم هذا الارتباط في هذه الدولة قليلة الوازع الديني، الارتباط بأبي عبد الله الحسين. فعلا كلنا ملهمين عاشقين، وصلنا إلى حد الجنون في أبي عبد الله الحسين، تفننا في حبنا إلى أبي عبد الله الحسين، صرنا مثل سعيد بن عبد الله الحنفي. سعيد بن عبد الله الحنفي في يوم عاشر يجينا الإمام الحسين يقول له يا أبا عبد الله صلي صلي، أنت صحيح صلاتك صلاة الخوف، بتقصر بالصلاة لكن صلي، أنا أقف أحميك، أنا أقف درعا بشري أحميك من سهام الكون. شوف إلى أين توصل حب الحسين في قلب هذا الإنسان. سعيد بن عبد الله الحنفي فوقف درع يصد السهام التي تأتي على أبي عبد الله الحسين. يوم طاح على الله خلاص بلغت روح التراقي، يقول له أبي عبد الله، يقول له أوفيت يا ابن رسول الله؟ يقول له اذهب فأنت أمامي في الجنة. شوف أين يصل الذي يعلم بمرتبة المعصوم، ولا سيما الحسين سلام الله عليه الذي هو موضع لسر الله سبحانه وتعالى. فهنيئا لنا ولكم هذا الإلهام، العشق الخالد الذي ما إن ذكر الحسين إلا هطلت دموعنا إلا وخشعت قلوبنا. صح والله، اقعد لحالك في غرفة مظلمة وصيح بس حسين، شوف قلبك يخشع، عيونك تهمل الدمع، لا إرادية. ليش؟ لأن حبه تجلى فينا تجل عميق، صار عندنا طاقة إلى أبي عبد الله الحسين. الله أكبر يا أبا عبد الله، الله أكبر. وقليل ما نعمل، صحيح البكاء عليك والتباكي يمحي الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر. قاعدة الترغيب والتشويق مو يعني روح سوي الذنوب، لا، الله يرغب لك، يشوقك في طاقة والإلهام لأبي عبد الله. يقول ابكي عليه، تباكى عشان تحظى بهذه المنزلة، منزلة الغفران. فهنيئا للباكين، هنيئا للذين ألهموا بالحسين. الله أكبر يا أبا عبد الله، شوف القلوب جد تواسي لك في أربعين، جد تواسي لك فيما جرى عليك من وقت العظيم. أين المنادي وحسينا وإماما وسيدا؟ ولما أمر بضعينة الحسين أن يرجعوا من الشام إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله، رجعوا وفي طريقهم مروا بكربلاء، دخلوا إلى أرض الكرب والبلاء، وتقول الرواية كان هنالك زائرين على قبر الحسين، وهو جابر ابن عبد الله الأنصاري، وكان كريم العين، وكان عنده غلام عطية العوفي، قال له يا عطية
خذني لأغتسل من ماء الفرات. فذهب واغتسل من ماء الفرات، ثم قال بعد أن لبس ما عنده من أجود اللباس وتطيب بالطيب، خذني إلى قبر الحسين. قال له سيدي أنا بعرف قبر الحسين. قال له اتخطى بين القبور، روح اتخطى بين القبور، إذا شممنا رائحة زكية فذلك قبر الحسين. لكن تقول الرواية بني أسد هم من دلوه على القبر. فعلا إجا جابر وجلس على قبر الحسين وقبض حفنة من التراب ونثر على رأسه وهو يصيح بصوت ثلاثا: حسين السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، أحبيب لا يجيب حبيب، أنى لك والجواب وقد شطحت أوداجك على أثباجك وفرق بين رأسك وبدنك، أين المنادي وحسينا؟ وبينما جابر يزور ويبكي على قبر الحسين، وإذا عطية العوفي يقول: سيدي أرى سواد قد أقبلت من جهة الشام. قال له: روح استخبر الحال. إجا عطية إلى تلك السواد، رجع إلى جابر وهو يلطم على رأس بيده: يا جابر قم واستقبل حجة الله على الخلق، يا جابر قم واستقبل علي بن الحسين زين العابدين، يا جابر قم واستقبل فخر المخدرات، يا جابر قم واستقبل ضعينة الحسين، يا جابر قم واستقبل رأس الحسين. أين المنادي وحسينا؟ أقبل جابر ضم زين العابدين إلى صدره، قال: سيدي عظم الله لك الأجر، أحسن الله لك العزاء. قال: سيدي ما هذا المصاب العظيم الأليم؟ صدق اللي جرى بالحسين وآل الحسين؟ قال له: بلى. صار يتمشى زين العابدين مع جابر، يقول لها: هنا أحرقوا خيامنا، وصار مريا على موضع يقول له: هنا ضربت زينب بساط على بطونها، يقول له: هنا كان أبي يستصرخ القوم شرب من الماء لطفله الرضيع فذبح من الوريد إلى الوريد، يا جابر ها هنا قتل الأكبر وقطعوه إربا إربا، يا جابر ها هنا قتل القاسم وراح إلى جهة المشرع. قل لي: يا جابر وهنا قطعت كفاي عايا وأصيب بسهم في عيني وسهم في حنكي، يا جابر ها هنا ضرب عمي بعمد عمي صار يمشي وياه، يقول لي: يا جابر ها هنا صعد الشمر على صدر الحسين، يا جابر هنا فصل رأس الحسين عن جسده، أين المنى وحسين زينب تنادي: ابن أخي يا زينب عابدين خذني إلى قبر.
نفسه جابها جاب زينة جلس على قبر الحسين جلست زينة على قبر الحسين تصيح تقول الرواية فاتجهت الأنظار إلى زينة الكل صار ينظر إلى زينة يقول أمعنا النظر وإذا بها تخرج شيء من تحت الرداء نظرنا وإذا هو رأس الحسين جلست زينب صاحت رأسك يا أخوي حين شفته تلعب عصا يزيد على شفته أنا وجهي لطمته صديت لبحسره ونبهته شلت يمينك يوم ضربته صحيت يا حسين جينا وعلى عقب راك قعدنا نخيناك يا عزنا وضمدنا يا حادي المحامي القوم ردنا نرجع وحدنا يا حسين طبيت انا الديوان ولا عمري كلمت عدوان طبيت المجلس والمجلس معقود وشمات نقعود أنا عتبي على مقطوع لزنود يا زين العابدين خذني إلى قبر أبي الفضل أخذها جابها أجلسها على قبر أبي الفضل الله أكبر جلست ضربت على قبر العباس تصيح يا الكافر تقل لرد تنصب مناح عليك ليش الكفر من عوني ليش عيوني من تدمع بكعب الرمح ضرباني ليش بذنوب بعاد قوة عناك يمشوني جرعت الحنظل أنا ترى من عداي أولي تقل أنا زينب المسبية إجيتك يا أبو فاضل وخاف ارجع الى طيبه امك عنك تسايب بيش اجاوبها لو قالت بياض وجهي الكافل اخاف تموت من تسمع عنك يا اعز الاخوان يوم اللي طحت مصروع يا اخويا انكسر ظهر حسين والله وسهم اللي سطب عينك اخذ مني نور العين وقطعت يمنتك ويسراك ان سترت بيسرتي وليمين اواني وبعد عينك صرت بولية العدوان يقلها يا زينب قلب امي على زينب وابو السجاد بتسأل عن سلامتكم وما بتسأل عن الأولاد وإذا تحبين لا تلمح على إيدش أثر نقياد ولا تخبريها راس حسين شالوه على راس اسمه رد أسألك عن أخوي حسين وش حاله صدق زينب بعد ذبحة اي والله صدق يا زينب بعد ذبحة داس الشمر من عالم وصدق سهم لمخلث وقع في وسط دلاله
قل له أنا جيتك وجبت الراس وياي ومن السبي كانت بي سلواي سلواي أنا جيتك يا خوي فاجد الراي ومن الرعوب تتراجع فعضاي أنا خايفة وتعثر بممشاي وإماما وحسينا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي نسألك بجلال وجهك العظيم ونورك الكريم واسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم أن تصلي على محمد وآل وأن تحقق لنا بهم ما رجونا يا الله وأن تستجيب لنا بهم ما دعونا يا الله جماعتي الحاضرين وفقهم وحفظهم ومن يلوذ بهم المؤسسون بهذا الاستماع والاجتماع تقبل منا ومنهم بقبولك الحسن الجميل طلنا ولهم في الأعمار في طاعتك وسع لنا ولهم في الأرزاق بحلالك قلنا علينا وعليهم وعلى مرضانا ومرضاهم ومرضى المؤمنين والمؤمنات الشفاء والصحة والعافية يا رب العالمين زوج العازبين والعازبات وارزقنا وارزقهم المحرومين الدرار الصالحات إلهي ووفقنا في بعثتنا هذه بتوفيقك الحسن الجميل ورحم الله من يقرأ سورة المباركة الفاتحة ويلقي ثوابها إلى أرواح موتانا وموتاكم خصوصا موتى المؤسسين والعلماء الأعلام والمراجع الكرام ومن الشهداء والصالحين من شيعة أمير المؤمنين وكل من لا يجد ذاكرا يذكر بتأجيل الفرج والفاتحة مع الصلوات.